دلوقتي مشاهدينا الساعه 8 وده ميعادنا مع موجز لاهم الانباء الثامنه صباحا مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك احمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة. وخلال احتفالية عيد العمال بمصنع شرقية للسكر بالصلحية الجديدة، وجه الرئيس السيسي أيضا بالبدء في صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. وشدد الرئيس السيسي على أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم، لا أحد يستطيع المساس بنا طالما نحن على قلب رجل واحد. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعات تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وفي ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر. كما وجه مدبولي باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولا بأول، مؤكدا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان، وأن مصر تقف بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الراهنة. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا سياسيا اليوم بعنوان التنسيقية والحوار الوطني. يناقش الصالون مقترحات أعضاء التنسيقية في المحورين الاقتصادي والمجتمعي، وذلك خلال جلستين. الأولى تتناول عجز الموازنة وريادة الأعمال ومعوقات الاستثمار، فضلا عن الشراكة بين قطاعين العام والخاص. أما الجلسة الثانية فتتناول المحور المجتمعي وتناقش ملفات تجديد الفكر الديني والاهتمام بقصور الثقافة والحفاظ على الهوية والصحة النفسية، بالإضافة إلى التعليم. أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات إسرائيلية في محيط مدينة حلب شمال سوريا. وأوضحت سانا أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ، مشيرة إلى أنها تجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذه الغارات. وأضافت سانا نقلا عن مصدر عسكري أن القصف أدى إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت الولايات المتحدة أنها سلمت ما يقرب من 100% من المساعدات العسكرية التي طلبتها كييف لشن هجومها المضاد. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الإدارة الأمريكية تتوقع استمرار تلقي الدعم من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بتخصيص حزم مساعدات دفاعية جديدة في الأيام والأسابيع المقبلة. كما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة إمدادات السلاح لأوكرانيا. وقال شولتز أن ألمانيا تبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث تصعيد في اتجاه الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلنطي الناتو. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض. وأكدت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي ضرورة أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يسمح للحكومة بمواصلة سداد مدفوعاتها. وفي الأسبوع الماضي صوت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف.
ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.